كثيفة الحشو ولكنها رقيقة الجلد هوائية، رشت بماء الورد أعطافها منشورة الطي ومطوية كأنها من طيب أنفاسها قد سرقت من نشر ماوية. هكذا تغنى الشاعر العباسي أبو الهلال العسكري منذ مئات السنوات بالقطايف، وهنا نروي تاريخ الحلوى التي يسيل لها القلب حباً. في كتابة الأمثال الشعبية الشامية يروي نزار الأسود أن تاريخ القطايف يعود إلى عام 132 هجري، نهاية العصر الأموي، حيث صنعت بداية لكبار الدولة من خلفاء ووزراء ولم يعرفها العامة فوراً. الشعر الذي يعد مؤرخاً ينسب الأمر لعصر العباسيين الذين كانوا أول من اخترعها كما تقول بعض المراجع والقصائد، لكن بعض المؤرخين ينسبونها إلى مصر أم الدنيا وتحديداً إلى العصر الفاطمي، حيث صفت في أطباق مذهبة لتقدم لحكام الدولة الفاطمية. وهنا يمكن القول أن تداخل العصور والدول يجعلها بنت سنواتها وليست بنت دولها.